مفيش سماء اهلاوي قبل الزملكاوي غير لما بقى عنده شويه كده من الاريحيه اللي احنا طالع لنا راس حربه هجام راجل فوق وتحت ما شاء الله ربنا يحفظه بس عشان الناس يقول لك يا عم انت جاي تقول لا انا لازم اقول واثني واشكر واقول يا رب يحفظه واقول يا رب كمان يكلله مشواره ويبقى عندنا فرصه احترافيه محترمه يبتدي بيها مشواره لنجوميه تانيه خالص. مصطفى محمد كسر رقم قياسي بقى له 34 سنه ما اتكسرش. كابتن جمال عبد الحميد يعني هيزعل مننا كده ان احنا مصطفى محمد كسر له رقم زي ما تحدثنا عن الارقام القياسيه اللي حققها النادي الاهلي بعد ما تخطى عقبه الوداد البيضاوي ثم الصعود للمباراه النهائيه. جه الدور دلوقتي بعد الزمالك ما تخطى الرجاء البيضاوي عشان يصعد للمباراه النهائيه وتلقى الكبيرين مع بعض في نهائي القرن في نهائي افريقيا ان شاء الله في 2020. مصطفى محمد اللاعب اللي يعني صبور، اللاعب اللي قدر ان هو يتخطى رقم الكابتن جمال عبد الحميد اللي صمد 34 سنه. تمام. جمال عبد الحميد لما سجل 7 اهداف في بطوله افريقيا 86، هدفين امام ليوبارد الرواندي في الدور 32، هدف امام دينامو زهراري في دور ال 16، هدف امام انتر كلاب البروندي في دور الثمانيه، و3 اهداف في مرمى جاك سونجو حارس مرمى كانون ياوندي بواقع هدف في مباراه الذهاب في الكاميرون وانتهت المباراه 2-1 لكانون ياوندي، ثم في العوده سجل هدفين في استاد القاهره عشان يفوز الزمالك 2-0 ويتاهل للمباراه النهائيه ويفوز على افريكا سبور. الرقم ده صمد لمده 34 سنه ودي كل اهداف الكابتن جمال عبد الحميد في البطوله. فجمال عبد الحميد رقمه صمد، اهو ده يمكن هدفه في جاك سونج اهوت الحارس الكبير الكاميروني في كانون ياوندي هناك. فرقم جمال عبد الحميد صمد 34 سنه حتى كسره مصطفى محمد في سنه اولى ابطال دوري. سنه اولى اول مره يشارك، يعني جمال عبد الحميد دي كانت ثالث مره شارك 84 وفاز مع الزمالك، 85 خسره في المباراه. لو كان مخضرم ساعتها، لو شفنا فرق العمر ساعتها الكابتن جمال عبد الحميد هيبقى فارق طبعا مش اقل من 4-5 سنين. وبصوا سبحان الله، يعني هو في شيء بيجمع الاثنين، الصبر والعزيمه. الكابتن جمال عبد الحميد بعد الاصابه بتاعته صحيح. وكل الناس قالت جمال عبد الحميد بطل بعد قناه النادي الاهلي وبعد كده راح الزمالك بالظبط. مصطفى محمد صبر برده كتير، راح لعب في طلائع الجيش ولعب في طنطا ولعب في الداخليه وكان جاله رباط صليبي وناس كتير قالت خلاص يعني الموضوع بينتهي، ولكن في مثابره. بص اللعيب اللي عنده القدره للعوده هو ده اللعيب اللي بترفع له القبعه، فانا اتمنى لعيبه مصر كلها بعد الاصابات انها ترجع وتتعافى. يعني حتى لما بنتكلم محمد محمود مثلا في النادي الاهلي برضه نتمنى له الشفاء كريم، ندفد نفس الوضع، في لعيبه كتيره جدا واعده وصاعده نتمنى لهم كل الخير ان شاء الله ويرجعوا من الاصابه افضل وافضل باذن الله.